إذن أهلا بكم أعزائي بشرح جديد عن لغة باش. سنكمل شرح السكريبت الخاص بزيب إكس الذي أخبرتكم عنه بالفيديو السابق بالسلسلة، واليوم سنقوم بشرح أمور أخرى حتى نفهم هذا السكريبت، وبالنهاية حتى نكتب سكريبت مماثل له. فأنا سأشرح كل شيء موجود بهذا السكريبت اليوم. فبكل بساطة سنبدأ بكتابة سكريبت باش بسيط، وسنبدأ بموضوع الأري. فبالنسبة للدليل الشامل فأنا أضفت قسم القوائم الأري بداخل هذا، فإذن ها هي. فإذن القوائم الأري الذي سأشرحه الآن هو موجود هنا أيضا مكتوب بالدليل الشامل، وأكيد كل المعلومات في صندوق الوصف. فإذا نبدأ، فإذا أردنا كتابة array بباش فإذا بكل بساطة نكتب أي اسم نريد، مثلا colors، مثلا نكتب numbers، ونكتب هكذا أقواس عادية، وثم مثلا الأري التي نريد. فإذا هذه هي عبارة عن array. طبعا إذا أردت أن أعرف أنا مثلا عدد عناصر الأري التي، أو أريد مثلا طباعة الأري التي أريد، فبكل بساطة أكتب echo جيد، وثم أكتب دولار ساين وهذه الكيرلي براكت التي فعلا تساعدني على طباعة العناصر التي أريد. فسأكتب اسم الأري التي هي في حالتنا numbers، ثم سأكتب هذه السكوير براكت وأكتب بداخلها at بهذا الشكل. فإذا الآن لو أنا قمت ب، دعونا ننفذ هذا الأمر. فإذا قمت أنا بتنفيذ هذا السكريبت باش، فإذا لاحظوا سيتم طباعة عناصر هذه الأري كلها. فإذا هذه هي الطريقة بكل بساطة، أنك تكتب هذه الدولار ساين كيرلي براكتس وهذا. أنا أعرف أن طريقة الكتابة مختلفة عن لغات البرمجة الأخرى، لكن يعني هذه هي باش. فإذا أردت أن أحصل على العنصر الأول، فبكل بساطة يبدأ الإندكس هنا من 0 كباقي لغات البرمجة. فلدينا 0 1 2 3 4 9 هي 8 ستكون الإندكس لها. وبالتالي إذا أردت أن أقوم مثلا بكتابة هنا الإندكس الأول ستكون هي عبارة عن 0، ومثلا الإندكس الأخير سيكون عبارة عن 8. فإذا حاولت أن أطبق أنا هذا، فلاحظوا الأول هو 1 والأخير هو 9، الإندكس 0 هنا والأخير هو 8. فإذا هذه هي طريقتها. إذا أردت أن أعرف عدد عناصر الأري، فبكل بساطة نفس هذا السابق الموجود هنا، لكن الشيء الذي سأقوم به سأكتب هنا ماذا؟ سأكتب هاش. فإذا الآن مرة أخرى إذا قمت أنا بكذا سيقول لي 9، 9 لأن عدد عناصر هذا هي 9. جيد؟ فإذا هذا بخصوص الأري، هذه الأشياء الرئيسية الموجودة بالأري. طبعا كون الآن أصبح لدينا أري، فيمكن أيضا أن نفكر بموضوع الفور لوب، يعني أو بالنسبة لللوبس أو الحلقات التكرارية. كيف يمكننا أن نقوم مثلا بعرض كل عناصر الأري هذا؟ فيمكن ذلك من خلال الفور لوب زائد الطريقة هذا زائد هذا. يمكن أن أستخدم الفور لوب، فيمكن أن أستخدم بالشكل التالي، أن أكتب مثلا فور وهنا أكتب أقواس جيد، وأكتب أيضا أقواس، والغرض من هذه الأقواس هنا أنني أنا أريد أن أقوم بكتابة expression هنا، أريد أن يتم evaluate له، أو ربما ليس expression، شيء خاص باللوب يعني. فهنا بداخل اللوب إذا كنت تعرف PHP أو JavaScript فمماثل جدا لها. فهنا يمكن أن نكتب الindex 0 ثم semicolon أو فاصلة منقوطة، ويمكن أن نكتب هنا إذا كانت إذا كان الإندكس أصغر من طول هذه الأري، ونحن اتفقنا أن الطول يمكن أن أستخدم طول الأري. كيف أقوم بالحصول عليه برأيكم؟ يمكن بداية أن أكتب هنا length يساوي، وبنفس الطريقة السابقة أكتب hash numbers وهنا at هكذا. إذا هذا طول الأري. فيمكن أن أكتب هنا إذا كان طول الـ إذا كان الإندكس، طالما الإندكس هو أقل من اللينث
جيد جدا، فابقى باللوب وقم بالزيادة بهذا الشكل. طيب الآن طالما أن لدينا مثلا 4 يمكن أن نكتب هنا do جيد، وبعد أن ننتهي منها نكتب done. و do هنا تكتب الأشياء التي تريد، فيمكن أن تكتب أني أنا أريد طباعة الـ numbers مثلا الخاصة بالإندكس مثلا هكذا، وربما تكتب هنا مثلا شيء هنا هكذا تكتب، أو هكذا نكتب ونكتب هكذا ونكتب the number is جيد بهذا الشكل. إذن الآن لو أردت تنفيذ هذا، فإذن لاحظوا the number is 1 1 1، فإذن لاحظوا حلقة لا نهائية، يعني نحن دخلنا بحلقة لا نهائية. يمكنكم معرفة الخطأ لأن الخطأ بسيط جدا، أعتقد يمكنكم أن تعرفونه. وبكل بساطة أنني يجب أن أكتب هنا index، أنا كتبت I، هذا هو الخطأ. فإذا الآن مرة أخرى فإذا لاحظوا سيكتب the number is وتم طباعة الأرقام. فإذا هذا شيء فعلا جيد أن تعلمناه بالفور لوب. وبكل بساطة هنا نكتب الفور لوب بهذا الشكل. لاحظوا لدينا قوسين هنا، وهنا لدينا do جيد، وبالنهاية نكتب done، وهنا نكتب الأوامر التي نريد أن ننفذها جيد. طيب أحيانا نريد نحن مثلا أن نتأكد عن العنصر الأخير، فإذا ما هو العنصر الأخير؟ فيمكن أن نكتب if statement هنا خاصة بالعنصر الأخير، فنكتب if، وهكذا نكتب الكونديشن بالif statement إذا كنتم تذكرون، وثم نكتب then ونكتب if i لإغلاق الif. طيب هذه الاف سنكتب إذا كان الإندكس الذي لدينا يساوي، نحن اتفقنا equal للأرقام، وهنا سنكتب يساوي ماذا؟ الآن أريد أن أكتب expression هنا لدي، أريد أن أكتب length minus 1. لماذا كتبت minus 1؟ لأن الإندكس يبدأ من الزيرو جيد. فإذا كان length مثلا 9 فالإندكس الأخير سيكون 8، وبالتالي أنا كتبت length minus 1. أما إذا تسألون لماذا أنا كتبت هذه الأقواس، لأن أنا أريد أن تقوم باش ب ماذا؟ أريدها أن تقوم بالتنفيذ هذا. التنفيذ يعني أن length ناقص 1، يعني إذا كان length 9 ناقص 1 8، أريد 8 لأن أريد عملية حسابية، وبالتالي تم إضافة هذا. فأنا ربما أكتب هنا إذا كان هذا آخر عنصر، فيمكن أن أكتب بهذا الشكل أنني أريد this is the last one جيد، وأكتب ما هو last one الذي هو عبارة عن array للindex، ما هو العنصر الأخير، فإذا هو array index. فإذا الآن لو قمت أنا بالتنفيذ، فإذا لاحظوا this is the last one جيد، this is the last one لأن التسعة هي الأخيرة جيد. طبعا أنا لماذا أخبركم عن هذه المواضيع؟ لأن السبب أنني أقول وأخبركم عن هذه المواضيع لأن سنستخدمها بالزب functionality التي سننشئها أو التي أنشأناها. فإذا نحن انتهينا الآن من موضوع الأري. أحيانا نريد أن نقوم مثلا ب find استخدام مثلا استخدام كومنت مثلا بداخل لإيجاد الملفات. فإذا الكومنت مثلا find يمكن أن نقول find my folder، ونريد الملفات التي اسمها file1.txt، فسيتم مثلا عرض هذا الملف الموجود بهذا الفولدر. إذا أردت إضافة هذا بملف باش فيمكنني ذلك بكل بساطة، إذا نسخته هنا ووضعته هنا بهذا الشكل، ففعليا أنا سيتم تنفيذ نفس القصة. أن إذا قمت أنا بتنفيذ الآن الملف هنا، لاحظوا سيكتب بهذا الشكل. طيب الآن إذا مثلا أردت أن أخذ مثلا الأرجمنت الأول وأسميه فولدر هنا، وأردت أن أكتب مثلا حسب الأرجمنت المزود وأكتب هنا مثلا فولدر بهذا الشكل، فإذا لنرى النتيجة. فإذا ما هي النتيجة؟ الآن لا شيء لأن لم أقم بإضافة فولدر، فإذا الآن my folder، فإذا الآن
نجحنا في العملية. طبعا بأغلب الأحيان أنت يمكنك أن تكتب كومنتس الباش مباشرة بداخل سكريبت الباش أو كوماند الشيل بداخل سكريبت الباش بشكل سهل يعني، لكن أحيانا تحتاج أن تستخدم شيء اسمه إيفال، وإيفال الشيء أو إيفالويت، والتي تقوم بإيفالويت للسكريبت الموجود، إيفالويت السكريبت موجود لديك. فبكل بساطة تكتب بالطريقة التالية، وهي تكتب مثلا هكذا إيفال وتضع هكذا، ممكن تمسح هكذا، والآن لو قمت بالتنفيذ أيضا سيعطيك نفس النتيجة. جيد، فإذا أحيانا يتم استخدام إيفال عندما يكون تركيب الكوماند معقد أكثر، فيمكن استخدام إيفال، وبمعظم الحالات يمكنك الاستغناء عن استخدام إيفال. فإذا هذا الموضوع أنا استخدمته في السكريبت الرئيسي التي لدينا، فأنا استخدمت إيفال حتى يتم تنفيذ كوماندز. فإذا كما تلاحظون هنا لدينا إيفال فايند كذا، استخدمت هذا نفس الكوماند فايند الذي استخدمناه قبل قليل، فيمكن استخدامه استخدام بإيفال أو بدون إيفال حسب تعقيد الكوماندز. الموضوع الأخير الذي أريد أن أشرحه هو التالي، إذا كان لدينا هنا مثلا جيد فانكشن، فإذا هذا هو فانكشن لدينا، والفانكشن طريقة كتابة الفانكشن بباش أنا قلت لكم كيف هي الطريقة، أن نكتب اسمه، ومثلا اسمه مثلا ماذا نسميه information أو user information. إذا أردنا استدعاء هذا فنكتب user information، إذا أردنا أن نزود مثلا معلومات الاسم ومعلومات مثلا العمر، فبكل بساطة يمكن أن نكتب هنا التالي، نكتب مثلا الاسم، الاسم مثلا نكتب علي مثلا، والعمر مثلا 60 مثلا، نكتب هكذا 60، فأنا زودته بهذه المعلومات. الآن بداخل يوزر انفو كيف أجلب هذه المعلومات التي تم تزويدها؟ بكل بساطة يمكنني أن أستخدم شيء اسمه لوكال. لوكال أن أنا أريد أن أقوم بإنشاء هنا variable، هذا ال variable فقط متاح بداخل ال function، ويعني كأنه عنصر داخل ال function فقط. فإذا بداخل هذا اللوكال يمكن أن نسمي مثلا name هكذا، عفوا بدون هذه الدولار ساين، name ويساوي، ونقول name هو العنصر الأول المزود بالسكريبت، وأيضا هنا نكتب age الذي هو العنصر الثاني. فإذا هنا في حالتنا العنصر الأول هو علي، العنصر الثاني هو 60، فيمكن أن أكتب هنا echo مثلا the name is، وأكتب هنا name، وأكتب the age is مرة أخرى the age is، وأكتب هنا age. والآن أنا قمت باستدعاء الفانكشن باسم علي وبهذا الاسم، فإذا لنرى النتيجة. فإذا لاحظوا the name is علي و the age is 60. فإذا ما الفكرة الآن من هذا الموضوع؟ الفكرة أن يمكن أن ننشئ function، هذا function يأخذ parameter جيد، وعندما يتم استدعائه يعطي arguments، فأنا استدعيته بعلي وب 60، والآن يمكن أن أنشئ variable بالداخل الفانكشن local to function باستخدام كلمة local، وبالتالي وعندما أقوم الآن بدولار ساين 1، هذه الدولار ساين 1 لا تعني الارجمنت المزودة للسكريبت، بل تعني الارجمنت المزودة للفانكشن هنا. وبهذه الطريقة تعلمنا فكرة جديدة. فإذا الآن سأعطيكم الفكرة الكاملة للسكريبت الذي أنشأناه وتفاصيل أكثر عنه، وربما أضيف لكم أيضا الكود حتى تستخدمونه بأنفسكم، وربما تطورون على هذا الكود. فإذا ثواني ونكمل. طيب الآن نكمل بقراءتنا لهذا السكريبت، أريد أن أشرح لكم فكرة هذا السكريبت وما هو فعليا، والآن تعلمنا الأساسيات الكافية حتى نفهم هذا السكريبت. فبكل بساطة هذا السكريبت الذي كتبناه عن زب اكس وشرحت انا اساسياته، الان ساخبركم كيف يعمل. فاذا الان مثلا لدينا ماي فولدر، دعني احذف هذا ماي فولدر زب. فاذا لدينا ماي فولدر، فاذا اردت انا ان اقوم بزب لهذا الفايل فساكتب زب اكس بطريقتي طبعا،
فإذا زب إكس وأريد ماي فولدر وفقط. فإذا الشيء الذي سيحدث الآن، لاحظوا سيتم إنشاء مجلد زب فيه محتويات الماي فولدر. لكن لاحظوا الشيء الذي يكتبه هنا، بداية سيكتب directory to scan my folder. إذا رأينا كود هذه، لاحظوا الكود هذا، فإذا لاحظوا ما الشيء يكتبه هنا directory to scan my directory، وهذا الدايركتري أو دايركتري يأخذه من العنصر الأول المزود بالسكريبت. فأنا العنصر الأول الذي زودته هو اسم الدايركتري التي أريد سكان له. لاحظوا بعده يقول zip file name، هذا هو zip file name، هذا هو، هذا اسم متغير، zip file name اسم متغير. طب إذا أردت أن أحصل على هذا zip file name، فهنا يقول إذا كان عدد العناصر، هذه درسناها بالفيديو السابق، إذا كان عدد العناصر المزودة هنا، إذا كان عدد العناصر أكبر أو يساوي 2 فخذ العنصر الثاني، إذا لا فاجعل الزيب فايل نيم يساوي هذا الاسم. وبالفعل جعله اسم افتراضي لأنني لم أزود اسم. لكن لو أنا مثلا قمت بالحدث هذا ومرة أخرى قمت بالزيب إكس وبزب اكس ماي فولدر واسميته ماي فولدر دوت زب، فإذن الآن لاحظوا سيصبح ماي فولدر دوت زب. فإذن هذه النقطة هنا، الشيء الذي تقوم به أنها تأخذ العنصر الثاني المزود هنا، هنا إذا كان موجود فستأخذ الاسم، إذا لم يكن موجود فستضيف اسم منها، اسم افتراضي الذي هو هذا. جيد، فإذن لنكمل. فإذا بعد ذلك لاحظوا هنالك شيء اسمه excludes وفيه هذه العناصر. فإذا من أين جاءت هذه excludes؟ فإذا لاحظوا أن هنا لدينا echo excludes، وهنا تم طباعة الأري، أن excludes على أساس أنها array والآن تم طباعة عناصرها، صحيح؟ طيب هذه excludes هي عبارة عن array، فإذا أين هي الآن من هنا؟ فإذا بكل بساطة لاحظوا هنا يسأل يقول إذا كان العنصر الثالث لا يساوي X، وفعليا نحن ليس لدينا عنصر ثالث، أين هو؟ فإذا ليس، لم أكتب عنصر ثالث، كتبت عنصر أول عنصر ثاني، الأرج الثالث غير موجود، فاجعل الإكسكلود تساوي هذا. فهو أنا وضعتها بشكل افتراضي بالسكريبت الخاص بي بشكل أوتوماتيكي، فإذا هذه هي. طيب ماذا لو أنا مثلا وضعت الإكسكلودز؟ فإذا يقول إذا كانت الإكسكلودز، إذا كان العنصر الثالث يساوي داش إكس، فاجعل الإكسكلودز كل القيم بعد القيمة الرابعة. طبعا هذا أنا لم أشرحها لكم الآن، يمكن أن أشرحها. فإذا بخصوص هذا الموضوع، إذا أردنا أن أشرح لكم هذا الموضوع، فإذا دعونا نشرحه. فإذا بكل بساطة الشيء الذي سيقوم به، فإذا أخذت هذه الإكسكلودز بهذا الشكل، فوضعتها هنا بهذا الشكل، وأنا أريد طباعتها excludes. جيد، فإذا الآن لو أنا قمت بالتنفيذ هكذا، فإذا لن يظهر أشياء، لكن لو كتبت مثلا أشياء هنا، جيد، فسيعطيني العنصر ما بعد الرابع، هذا الشيء الذي سيعطيني إياه. فإذا هذه ماذا تفعل؟ بالنسبة للأرجمنت تأخذ العنصر ما بعد الرابع، يعني الرابع وما بعده. فبالتالي هنا الشيء الذي حدث أن إذا كانت الـ X موجودة، فقم بأخذ العنصر الرابع، لأن الـ X ستكون العنصر الثالث، خذ ما بعد الرابع، الرابع وما بعده، غير ذلك ضع لها قيمة افتراضية. جيد؟ الآن قام بإنشاء function اسمه find files، جيد، وإضافة له تزويد له بالدايركتري وتزويد له الإكسكلود. هذا الذي شرحته الآن قبل قليل مع علي وستين، هذا يعني مثل علي ومثل ستين. أنا أعطيتها argument أول الذي هو الدايركتري، وهنا أعطيتها argument ثاني وهو الإكسكلود. الدايركتري أخذته من أول عنصر تم تزويده بالسكريبت، والإكسكلود أخذتها من العناصر الرابعة، جيد، الرابعة وما بعدها، أو وضعتها بشكل افتراضي. فإذا هذا هو الفانكشن، الفانكشن find files، جيد. وهنا استخدمنا كلمة local لجلب الدايركتري، أي جلب العنصر الأول، والexclude لجلب العنصر الثاني المزود من هنا،
جيد. فإذا هذا اللوكال الآن شرحته مع مثال علي وستين. إذا لم تفهم هذه النقطة فرجع لمثال علي وستين. الآن قمنا ب start processing. فإذا لنرى، فإذا قمت أنا مرة أخرى بزيب فايل، ها هو، لاحظوا سيأتي start processing. فإذا ها هو، والآن start processing، ها هو، جيد. فإذا الآن الشيء الذي سيقوم به أن سيقول اقرأ ال excludes التي هي قد تكون هي الآن هي عبارة عن string أو عبارة عن array، وأخذ منها read كما هي وكأray. فإذا قم بقراءة ال excludes كأray، والفاصل بين العناصر هو empty string. فإذا هذه اسمها standard field separator، فإذا internal field separator يعني فاصل الحقل الداخلي، جيد. وهنا بكل بساطة سنحصل على لين لهذه الأري، فكم عدد عناصر الأري التي لدينا، أي أري، الأري التي تم إنشائها هنا الأري الإكسكلودز. فإذا سنحصل على طول هذه العناصر، ومرة أخرى الآن هنا سننشئ local string. هنا local string لإضافة local variable، إضافة variable بداخل الفانكشن واللوكال للفانكشن فقط. طيب الآن نكمل بهذا الموضوع. فهذه الexclude patterns التي لدينا الآن، الexcludes فقط، هذا عبارة عن array، فيمكن أن ندور حول عناصرها لنجلب كل عنصر لوحده من خلال for loop التي استخدمناها، نفسها التي استخدمناها قبل قليل. فأنا هنا وضعت index في المثال السابق، الآن وضعت i، واللين هذه التي أسميتها length في المثال الذي شرحته قبل قليل. قبل الاستمرار أود أن أريكم ما هو الشيء المطلوب هنا. الشيء الذي نحاول أن نقوم به هو أن نجلب الملفات التي نريد فعلياً أن نقوم بزب لها، بكمبرس لها، بإضافتها للزب فايل. وهذه الملفات لاحظوا سيقول لك هذه my folder، my folder file 1، folder file 2، my folder file، وهي الملفات الموجودة بmy folder. فأنا فعلياً الشيء الذي أنا أحاول أن أقوم به الآن هو أن أقوم بجلب الملفات من الدايركتوري الحالي أو الدايركتوري الذي زوده الشخص هنا بهذا الاستدعاء، هذا الفانكشن، وزوده الشخص عند إضافة السكريبت كامل هنا. فأنا أحاول ماذا أفعل؟ أن أقوم بسرد كل الملفات الموجودة بداخله، جيد، وعرضها على الشاشة. وهذا الشيء الذي تم هنا، أنا قمت بسردها وعرضها على الشاشة. طيب بعد أن سردتها وعرضتها على الشاشة، ما الشيء الذي أريد أن أقوم به؟ فأنا أخذتها، جيد، وعرضتها على الشاشة، أريد هذه النتيجة أن يتم إضافتها للزيب فايل الذي اسمه نفس الاسم المزود هنا أو الاسم الافتراضي. وكل عنصر من العناصر التي استأتيني من find أريد ماذا أن أقوم بها؟ أن إضافتها للزيب فايل. هذه الإشارة بباش أو بلينوكس جدا يعني مستخدمة. وهي ماذا تفعل؟ تأخذ الأوتبوت الموجود لهذا العنصر، للكومند هذا، وتجعله إنبوت للعنصر الموجود هذا. يعني الفايند الأوتبوت لها هو سرد الملفات، يعني الأوتبوت لفايند هي هذا. طيب هذا الأوتبوت يمكن أن يكون إنبوت للزب command، zip command. فإذا zip command سيأخذ هذا الانبوت، هذا الاوتبوت، ويجعله وسيأخذه ك input، جيد. عفوا، طبعا هنا يوجد لدينا هذا الامر، هذا الفلاج، واليو يعني update، وكيو يعني quiet. quiet يعني لا تظهر لي على شيء على الشاشة، وupdate الفايل. وهنا هذه الإشارة تعني أن كل input من هذا أضيفه لملف الزب فايل. فإذا كل input، كل output من هذا أضيفه كانبوت لهذا الزب فايل. هذا ما تعنيه هذا لكل عنصر. بالنهاية نحن قمنا بإضافة eval لهذا، وقلت لكم عن eval أن هذا eval تقوم بتقييم هذا الإكسبريشن، وتقوم بتقييم هذا الإكسبريشن لتنفيذه يعني. ويمكن الاستغناء عنها في بعض من الحالات. طيب
بقي شيء واحد، أن ما هذه الإكسكلود باترنز؟ نحن فعليا نريد أن نحذف أشياء من الزب فايل، نحن لا نريد، يعني مثلا أنا أريد مثلا هنا، لاحظوا سأحذف كل شيء زب فايل هنا، فإذن my folder، لاحظوا my folder فيه فايل 1 وفيه فايل 2 وفيه هذا فايل 1، فأنا لا أريد مثلا أن فايل 2 يكون ضمن الأشياء التي أريد إضافتها للزب فايل، فيمكن أن أكتب هكذا زب x my folder my folder dot zip، وهنا أكتب داش x excludes، وفي العنصر الرابع سيكون file 2.txt. فإذن الآن لاحظوا سيجد الملفات كلها عدا ملف file 2.txt. كيف تم حذف هذا الملف من هنا؟ فإذن بكل بساطة باستخدام هذه التريك الذي قمنا بها، قمنا باستخدام find نفس find نفس find التي لدينا لسرد الملفات من الدايركتري الحالي، لكن ماذا فعلنا هنا؟ قمنا بإضافة هنا شيء لعدم سرد الملفات التي لا نريد، هذا كان يجب أن نقوم بتركيبها. فإذا كيف ركبناها؟ بالشكل التالي، أخذنا الإكسكلودز الموجودة بالإكسكلودز بالأري الإكسكلودز، وقمنا بفور لوب حول كل عنصر من عناصرها، وأخذنا كل element مثلا file 2 file 3 file كذا، كل element أخذناها من هنا وقمنا بإضافتها للexclude patterns بهذه الطريقة، وأضفنا أن هذا الباث جيد لهذه element نحن نريد prune له، prune يعني cut off يعني عدم إظهار، وثم وضعنا هذه الكلمة dash o أو هذا الفلاج dash o، يعني أنني أريد إضافة شيء آخر، يعني أريد إضافة مثلا exclude file 1 and exclude file 2 and exclude file 4، فإذا هذه الآن تعبر عنها بفاين بداش O، وبالتالي هنا أنا قلت أن كل عنصر موجود بالexclude قوموا بإضافته للexclude patterns الذي سأضيفه إلى find لاحقا. وهنا كما في المثال الذي شرحته قبل قليل حصلنا على آخر عنصر موجود موجود بالإكسكلود ولم نضف له داش أو. لماذا لم نضف له داش أو؟ هل تعرفون لماذا؟ لأن بكل بساطة لا يوجد عنصر بعده حتى نجمعه معه، يعني لا يوجد عنصر. نحن نقول مثلا file 1 and file 2 and file 3 and file 4، بعد file 4 مثلا لا نكتب and، وبالتالي نحن حصلنا على آخر عنصر ولم نضف له أو. فإذا الآن الشيء الذي حصل معنا هنا أن بفايند جلبنا الفايند للدايركتري الحالي وأضفنا الإكسكلودز، هنا أضفنا الأو، لماذا؟ لأننا نريد إضافة برنت، فهنا قلنا كأننا بفايند قلنا فايند الفايل الأول and file 2 and file 3 and file 4، وهنا ثم قلنا and برنت، واضح؟ وهذه الأو يعني and مثل and يعني. ونتيجة هذا الأمر قمنا بزب له، جيد؟ طبعاً إذا أردت أن أطبق هذا الأمر مثلاً دعونا نطبقه هنا مثلاً، أعتقد سأضيف لكم السكريبت حتى ترونه وتتعلموا منه إذا كنتم مهتمين بهذا الموضوع. فسنقوم بحذف my folder.zip، وهنا سنقوم بإضافة cd my folder، دعونا نقوم بإضافة file3.txt عفوا touch file3.txt file4.txt file5.txt. إذن أصبح لدينا هذه الملفات. فإذن الآن أنا أريد find بداخل my folder، جيد، وأريد أن هذا المسار الأول بالمسار الأول file1.txt، جيد، وهنا سأكتب print. فإذا لاحظوا قام بسرد لي كل الملفات عدا الفايل الأول، طبعا هذا ليس file1.txt. طيب إذا أردت أنا أن أضيف مثلا شيء آخر هنا، فيمكن هذا كل هذا ننسخها وأضعها هنا. فإذا الآن لدينا مثلا أريد and file2 لا تظهره، فإذا الآن لاحظوا file 1 وfile 2 لن تظهره. يمكن أيضا أن أقوم بإضافة هنا and file 3 لا تظهره، فلن يتم إظهار file 3. فإذا هذا هو هذا الأمر، هذا الشيء، هذا المكتوب هنا هو الذي حاولت أن أركبه
بفكرة excludes. فإذا أنا حولت excludes لأراي وقمت بالدوران حول كل عنصر من عناصرها حتى أجلب اسم هذا العنصر وأضعه هنا وأضيف هذا السكريبت كامل، جيد؟ وأقوم بتركيب هذا الإكسكلود. نتيجة هذا الأمر أنا قمت بمنحها للزب، وكل عنصر من هذا أنا أريد زب له. فأنا ربما أكتب هكذا، يعني ربما أكتب هكذا مرة أخرى. فإذا أنا بدلا من كتابتي لهذا، فربما أكتب أنا مباشرة هنا، فأكتب زب أبديت كوايت، وهنا أكتب اسم الملف مثلا special.zip مثلا، وأنا بالنهاية أريد أن يقوم بأخذ كل عنصر بهذا الشكل، Enter. فإذا الآن لاحظوا لدي ملف اسمه special.zip. فلو قمت أنا مثلا make directory هاي مثلا وأضفت له special.zip هكذا، أضفت لي هاي وذهبت لي هاي وقمت أنزب للسبيشال، لم يتم نقله، نعم ها هو. فإذا ما الأشياء الموجودة فيه؟ ماي فولدر. وما الأشياء الموجودة بماي فولدر؟ لاحظوا موجود فيه، عفوا، موجود فيه فايل 4 وفايل 5. لماذا؟ لأنني أنا استبعدت فايل 1 وفايل 2 وفايل 3. طبعا أنت ربما تسأل، تقول لماذا كتبت هذه الخاصية وأنت يمكنك أن تكتب مثل هذا الأمر الطويل؟ السبب أعزائي أنني أنا كلما أريد استبعاد عنصر يجب أن أضيف هذا مرة أخرى، الأمر سيصبح طويل. فلاختصار هذا الموضوع، فبكل بساطة أنا يمكن أن أكتب الخاصية التي أريد، الفولدر الذي أريد مثلا my folder، ثم اسم الزب فايل وداش اكس، وأكتب الأشياء التي أريد اكسكلود لها، طبعا فايل 1 فايل 2 مثلا فايل 3 XYZ، يمكن أن أضيف أي شيء أريد بهذه الصيغة أفضل بالنسبة لي. وبالتالي أنا قمت بإنشاء هذا السكريبت. صحيح هي فكرة بسيطة ولكن تعلمنا منها أشياء كثيرة فعليا، وأتمنى أن هذا السكريبت كان مفيد بالنسبة لكم وتعلمتم شيء جيد منه، وأصبحت باش أسهل قليلا من الوقت يعني من قبل. فإذا كان لديكم أي سؤال أعزائي الرجاء أن تتركوه في صندوق الوصف. إذا أحببتم هذا الفيديو الرجاء إخباري أنكم أحببتموه. كما تلاحظون لا يوجد تقريبا متابعة، لا يوجد أبدا اهتمام بالمعلومات المقدمة في القناة. فإذا كنت أنت مهتم وتريد كل شيء أن يستمر فقط أخبر، قل أنا مهتم. ومجرد أن تقول أنت مهتم هنالك يعني مجال أو هناك احتمال كبير أن أستمر بمثل هذا الفيديوهات. فإذا شكرا لكم أعزائي ونلتقي لاحقا.